أهلا وسهلا فيك. حابين نعرف أكثر عن الستارت اب تبعكم. لمسة، أنت بدأتوها ليش بدأتوها؟ نحن بدأناها ب 2020. بتعرفي كان وقت الكورونا وكان عندنا وقت أكثر نقضيه بالبيت. أنا بشتغل كمقاول بناء الأساس، وبعد ما قعدت بالبيت كثير صار عندي وقت أفكر بأشياء تانية. فشفت بالسوق نحن يومياً بنعاني من مشكلة إنه من وين بدنا نشتري أغراض للمشاريع تبعنا، وين بنلاقيهم، وين أرخص سعر، وين الجودة المضبوطة. فقررنا نبلش إنه دليل رقمي لكل المقاولين، لكل الناس اللي عندهم مشاريع بنا. بلشنا ب 2020 شوي شوي. لما بلشنا نحكي مع الموردين ونسألهم شو عندكم مشاكل، شو بتحبوا نطور لكم، وبعدين حكينا مع الزبائن، كانوا شركات مقاولات أو شركات صينة. فتقريبا 70% منهم أجمعوا على أنه نحن بدنا محل ويب سايت، أوكي، نروح نفوت نشوف كل المنتجات الموجودة، كل الأوبشنز المتاحة بالسوق، وبدنا نقدر نقارن بيناتهم بنفس اللحظة، كان السعر أو الكواليتي تبعهم. فمن هون بلشنا نطور شوي شوي بالفكرة لحتى بنينا السوق رقمي لكل هالموردين.